اليوم سنعبر إلى عالم الرسم والفن التشكيلي من خلالك الفنانة التشكيلية والرسامة منال الشيباني. أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية منال، لو تحدثينا عن بداياتك مع الرسم والفن التشكيلي. طبعا أول شيء أشكر يعني استضافتكم لي بهذا البرنامج. بدايتي كانت مع المدرسة الابتدائية اللي كنت فيها، المدرسة اللي كانت تحطم ولا تبني بصرف النظر عن ما يحصل الآن. يعني الآن إحنا نشوف في المدارس الخاصة والمدارس الأهلية في اهتمام بموهوبين، في اهتمام، بس إحنا كنا في مرحلة ما فيش حد مهتم إلا في الدرجات اللي ممكن نجنيها. تقصدي المرحلة الزمنية يعني؟ أيوة المرحلة الزمنية. بدايتي كانت بالفن التشكيلي تحديدا في رسم المعمار اليمني أو في نحت وتشكيل المعمار اليمني. بعد كده كنت أعمل الدروس اللي كنا ندرسها زي حسن جبريل، مدينة شبام وغيره، كنت أعمل فن تشكيلي وكانت تنال إعجاب كثير من الحاضرين. يعني ما كنتش بدأتي بشخابيط زي بعض البنات الأطفال كذا تروحي عند ماما تقولي ماما شو يقولك الله إيش الشخابيط هو دي الحلوة؟ بدأت الشخابيط، هي بدأت نقل. يعني كنت أول ما في رسمة في الكتاب كنت أحاول أطبقه طبقا، أضيف له ظل، أضيف له لون إضافي، أضيف له جماليات، بحيث إني أحس إني سويت شيء يعجبوا فيه. وكانوا طبعا زميلاتي بصرف النظر عن إعجاب المدرسات اللي ولا كانوا دارين في الدنيا. بعد كده مشينا يعني ابتدائية ثانوية الجامعة ومشى الحال. نوع الرسم اللي تفضله منال؟ طبعا الرسم اللي أفضله الرسم اللي يتحدث عن ذاتي، عن إحساسي، عن يعني مشاعري نفسي تجاه أي شيء يعني أصادفه. مشاعرك الفرح أم الحزن هو اللي يدفعك إنك تبدعي تعملي لوحة؟ هو أكثر ما كان يدفعني أول دافع لي كان دافع الحزن، اللي هي وفاة والدي فجرت فيني الموهبة اللي كانت موجودة بس ما كنتش أتجرأ أني أعرضه أو أصوره أو أنشره على أي موقع أو على صفحتي. إلا بعد وفاة والدي حبيت زي ما يقولوا أطلع اشتياقي له عن طريق اللوحات. فكل لوحة كانت تتحدث عن موقف يعني كان يعني معه. بعد كده بدأت أدخل في مجال الرسم بالسبراي اللي هو أنا حابة معيش جو الرسامين المعتاد، يعني مع شكري وتقديري لهم ولفنهم، بس أنا كنت حابة أخرج في إطار مختلف شوية، أرسم بطريقة مختلفة علشان أحس إني عملت شيء متميز وفرحت فيه يعني الناس اللي حولي والناس اللي أعرفهم. بعد رسم الطريقة المختلفة اللي تقصديها، إيش تقصدي بالطريقة المختلفة؟ الطريقة المختلفة هي استخدام الإسبراي أو البخاخ في رسم اللوحات الصغيرة. كذلك أنت منال سريعة جدا ما شاء الله عليك باستخدام الإسبراي، تستطيع أنك يعني ترسمي لوحة خلال 4 أو 3 دقائق. أيوة هذا اللي كان يحصل. حتى لما كنت في أحيانا حفلات تخرج أو كده كان الطلاب يعني يحاولوا يعطوا لي فقرة بحيث أن تكون ملفتة للانتباه ومفرحة للجمهور، أنه كيف رسام في 4 دقائق ممكن يطلع لوحة. فدي شيء كنت أحسه مفرح يعني للناس. بعد كده بدأت أتجه لموضوع لوحات الكانفاس اللي لوحات القماشية واستخدام الريشة زي ما يقولوا الهدوء والروقان. في الرسم تفضلي الخيال أم أنك ترسمي الرسمة مجردة مثل ما هي؟ أم أنها تأخذ مع منال أبعاد أخرى؟ أنا أبدا يعني أبدا زي ما قلت لك مع احترامي للوحات العالمية والمشهورة أبدا ما قد رسمت رسمة لشخص أو مكررة عن حد، أو مثلا صورة أعيدها هي نفسها أو أرسمها حتى لو كانت جميلة وحلوة والناس تعجب فيها. رسمي دائما يعتمد على الخيال. تقدري تقولي خيالي مش واسع، يعني زايد عن الواسع، يعني ممكن أسوي اللوحة كل قمر أو كل كوكب وفي عليها بعض الإشارات الصغيرة تلمز عن جمال الشيء اللي أنا أحاول يعني أعبر عنه أو عن حزن اللي أنا أحاول أعبر عنه. لوحات الرسام بالنسبة لكثير من الرسامين هم كأنهم أولاده يعني أبنائه، ولكن بالنسبة لمنال هل تفضل لوحة عن لوحة أخرى؟ أيوة أفضل لوحة. يعني في حين اللوحة أرسمها وأني في قمة الحزن أو في قمة الفرح ما أقدرش أبيعه ولا أقدر أهديه لحد، يعني كل اللي أقدر أسويه أني أحطه يعني قدام أمي اللي هي كانت زي ما يقولوا الدينامو المحرك لموهبتي، أمي الحبيبة الله يخليها. الله يخليها.
الآن هناك مفارقة غريبة، يعني الذي دفعك وفجر فيك موهبة الرسم هي عاطفة الحزن بالنسبة لك، ولكن الآن يعني أنت تفضلي اللوحات التي ترسميها بعد حالة الفرح. أفضله ليش؟ نحن طبعا كلنا عارفين بعدين كيف الدنيا حرب ويعني ظلم واللي تشوفيه مش قليل، فما قدرتش عاد أظل بالجو للشخص المكتئب اللي مكانه بيرسم عن الحزن، مكانه بيرسم عن الاكتئاب، فليش أني قررتي إنك تمشي ضد التيار؟ أيوة، فاني ليش ما فرحش الناس اللي حولي وجمهوري اللي يتابع لوحاتي؟ ليش ما فرحهمش بألوان؟ ليش ما خليهمش يعيشوا ولو لدقائق حلوة مع اللوحة، تنسيهم ممكن يعني لحظات صغيرة يعني من اللي نعيشه نحن في عهدنا الحبيب. تسمعي ردات فعل الناس لما يشوفوا لوحاتك، تسمعي هذا الشيء انهم سعداء؟ جدا جدا، ودي يفرحني يعني اني بين محيطي الصغير، بين جروبي، بنات جروبي اللي اني موجودة معاهم، جيراني، اهلي، مجرد ما احط اللوحة دائما اقول لهم ها رأيكم بالألوان بكذا بكذا، فأشوف الكل فرحان وردود فعل حلوة ورسائل تفرحني واتصالات، أحس إني أنجزت شيء، بعكس إني لو سويت لوحة وديتها تنباع والناس اشترينه وخلاص انتهى موضوعه. لكن زي ما قلت لك، أنا هدفي كله من الرسم إني كيف أفرح أسعد اللي حواليك، اللي جالسين داخل بيوتهم وحاطط يد على يد والريشة محطوطة في مكانه وعليها غبار ولوحات محطوطة، خلاص انتهى زمني وأنا زي ما أنا موجود، فنان أوكي تعالوا فتشوا عني لكن زي ما أنا. ما الذي يدفع الفنان لكي يسكن ويبقى محلك سر يعني حيثما هو؟ للأسف يعني يعني الأوضاع البلاد معروفة ما أقدرش أقول المجتمع، لأن المجتمع دائما يشجع، لكن ما فيش اهتمام نهائيا بالرسامين من قبل الجهات من المختصة قبل يعني الجهات السلطات. المختصة، يعني رسامي 10 20 سنة 15 سنة ماشي في الرسم، ما فيش جهة يعني حاولت تاخده على جنب، تهتم فيه، ترفع من معنوياته، تعمل له لقاءات، تعمل له شهادات تقديرية، تعمل له حتى يا ربي بطاقة، إلا في حدود الرسامين اللي موجودين في إطارهم. يعني أنا بقول لك في رسامين موجودين في جمعيات خاصة في الرسامين، مشتهرين في محيط في وسط الجمعية الرسامين بس، أنفسهم. يطلع تجلسي يعني انتي في لقاء كبير في ندوه تقولي رسام فلان بن فلان، تلاقي الانظار مين ده، يعني لقح للناس في يعني هل يتحمل الرسام او الفنان ايضا تبعيه هذا الامر، جزء من يتحمل. تبعيه؟ ايوه يتحمل. انا قلت لك انني اول يعني الان سؤال، ينطبق هذا الكلام وهذه المعاناه على منال الشيباني؟ انا ما احاولش اخليها تنطبق عني، لاني اول ما حسيت اني بدات ارسم واحط الرسومات وبدات ما تتحركش، بدأت أحاول أبيعه خارج اليمن، وفعلا بعته خارج البلاد، وحسيت إنه في قبول من الناس من برا على البلاد ومعجبين أكتر بلوحاتي، ده اللي دفعني إنني بأسعي وببيعه بأقل ما يمكن، بس اللهم لن تخرج من ده الإطار. دي طريقة كانت. الطريقة الثانية إني اتجهت إلى الجداريات، الناس بدأت مش بدأت الناس أصبحت ما تميلش إنها تشتري لوحة بمية دولار بخمسين دولار عشان تعلقها، لا الناس تحب تشوفه بمساحة بإطار كبير، فاتجهت لموضوع الجداريات من باب إني حابة إن موهبتي ما تندفنش، وحابة إنها توصل لمدارك يعني بعيدة، وبنفس الوقت تفيد واستفيد. يعني الآن رسمي مثلا في المدارس معتمد على الرسم التوعوي، يعني عن خطر أخطار البيئة، عن النظافة، عن المحافظة على الصحة، عن حسيت إنه هذا هو الشيء اللي ممكن يفيد أكتر من رسمة الميكي ماوس والبطوطة ودي الحاجات اللي ممكن الطفل يشوفها بالبيت ويشوفها بالتلفزيون. اللوحات التي تحمل أبعاد أكتر هي اللوحات الأفضل أيوة والأجمل اللوحات دائما. الهادفة. هذا طبعا مشروعي، أو يعني الآن اللي أنا أسعي له طبعا، أنا ما أقولش الفضل لي بالعكس ولا الموهبتي، الفضل يعود لجروبي اللي أنا أشتغل معه، يعني أنا أشتغل مع مجموعة تعتبر يدي اليمين يدي اليسار، وأولهم في مجموعة نسوية يعني. أيوة، وأولهم صديقتي وحبيبة قلب يعني هبة. هبة 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 يعني تعتبر مفتاح موهبتي، أو يعني الطريق اللي أنا أول ما أوقف الضايق تروح تجيب لي ارسمي أعملي أيوة سوي،
لا تجلسيش، شوفي هذا، شفتي الغروب ده سويه، شفتي العصفور ده حطيه في اللوحة كده، منال تحركني. غير اني في الجداريات اني اطلع، طبعا انا قصيرة لكن وهبة ما شاء الله طويلة، فدايما لما اطلع ارسم السقوف خلوني اني طبعا بالسقف لقصري، فاني اوصل اطلع سلمة، اطلع السلم ودائما واحط واجلس على السقوف انقشه، فاني متأكد ان الرسمة حلوة وصح. ما اقدر اخط خط الا هبة تعالي شوفي تمام ولا مش تمام، حلو ولا مش حلو، ملامح وجهه تعطيني الاحساس انه الان اني ارسم صح. الان منال لو برجعك شويه الى مربع النكد، كيف تقرأين مستقبل الفن والفنانين رسامين تشكيليين باعتبارك واحده من ابناء هذا الجيل الذي بدا يعاني بسبب الحرب، بسبب المشاكل، بسبب الاوضاع؟ كيف ترين ما هو مستقبل الفن والرسم التشكيلي؟ طبعا انا ما اقدرش اقول انه في عدن طبعا، انه المستقبل ممكن يقارن في باي دوله من الدول اللي يعني تشجع الرسم ابدا، الا هي يعني زي ما يقولوا اذا الرسامين حاولوا هم بنفسهم اخراج، يعني اخراج نفسهم من هذا الفيلم الرعب، يعني اذا حاولوا يحطوا كل الطرق اللي مشوا عليها الرسامين القدامى ويشيلوها كده على جنب، ياخذوا منهم ايجابيات فقط ويشيلوا السلبيات على جنب ويحاولوا يطوروا من الشيء ده ممكن يساعدهم لهم انفسهم بيئان. لكن انه نحن منتظرين من حد يساعد نحن، انا مش متامله صراحه من اي حد انه ممكن يطور الرسامين او يشجعهم، الا لو قلت لك الرسام حاول بنفسه يساعد نفسه بمجتمعه بالناس اللي عايشه حوله، بس يبعد من الفيلم الرعب اللي هو حاطه في دماغه. انا بيجي يوم بصبح كده لا خلاص انا احسن خلينا اشتغل حداد او افتح لي معرض او افتح لي اي شيء، ولا ان انا اجلس على هذيك الريشه اللي ممكن ما حد ينظر لها. منال الشيباني الرسامه والفنانه التشكيليه، اشكرك على هذا اللقاء. شكرا لك حبيبي.